الشباب خلال مسيرتهم الجامعية يعانون من صعوبات جمة ومشكلات كبيرة، منها صعوبة الوصول للجامعة، منها صعوبة تأمين سكن، ومن أهم هذه المشكلات هو صعوبة تسديد الرسوم الجامعي. ليس لأنها تفوق إمكانيات وقدرات، لا، هي رسوم منطقية لكنها لا تتناسب مع الواقع المعيشي أصلا. هناك أشخاص الوالد والمعيل فقيد نتيجة الحرب التي راح ضحيتها 1.5 مليون، وليس لديهم أي شخص يمد لهم يد العون والمساعدة، بالإضافة لتهجيرهم اليوم باتجاه المناطق المخيمات. أغلب الطلاب يعني أنه عندهم مسؤوليات، سواء متزوجين أو عندهم أولاد أو عندهم عبقت طبعا من أولادهم، يعني من المعيشة، من المصروف، من كل شيء. قدم مادة بالدورة النظامية وما طلعت علامتي لأنه ما قدرت أأمن القسط. نحن حين الحصول على الشهادة بندفع كامل الأقساط، يعني مثلا بكرة عنا تكميلي لهذه المادة أنا ماني عارفانة حاليا طالعة يعني ناجحة ولا راسبة بسبب القسط. يعني أطلب من ولاة الأمور والمسلمين زمام الأمور في المناطق السورية المحررة إيلاء هذه القضية اهتماما بالغا ووضع حل جذري لا جزئي.